مالي في الجيل عم؟ نقشي واحدة أخرى لنص الطريقة؟ هذه نص الطريقة بكل فارة حبتي وظل الرمان اللي عجباتك جليل بيتش هي تاهم يديروا هذي؟ جيرات صغيرة صغيرة؟ جيرات هذي؟ بسم الله الأولى لكل فارة دعني إلى العمل بسم الله نجيو أول حاجة نضربو نحاولو ما نضربوش الحب نحاولو ما أمكن من بعد كنجيو هذا الله يسلمهم الفطحين علاش هدات بالذات هادو فطحين حيت هادو هما اللي كيكون فيهم وهنا كنبقاو تابعين من هنا وتبعها من هنا وتبعها من هنا باش كنخلوها باش ما نخرجوش على التحليبات دابا كنجيو لهاد المراقية اللي هنا تروحها في اليوتيوب ولا؟ ها؟ هو صافي يا حبيبي لوحة في اليوتيوب صافي هي هذيك يلاه يدعو معنا بالخير وصافي منفعة عامة ها هي هاد الملاقية هادو اللي هنا هما اللي كنضربو مكنضربوش سميتو بحال هادو إلا ردينا البال إلا ردينا البال كنضربو هنا مضربناش الحبات صافي من بعد كنفرقوها بحلقة فرقوها بحلقة شفتو الحبات كبيرين كنبداو كنضربو هادو ضربا مبرحا كنضربوها ضربا ماشي مبرحا ما تسموش مبرحا كيما تخرجوا على الرمان عرفتوا دوك الحبيبات ملي كضربوا كتخرجوا عليهم هنا هنا حتى تصير فيما كتقول الحبات كنتبعوهم دابا تبعنا هنا فيما كاين حبات تتبع معايا تما كتعيش في الدقيقة فكتولي خالية الوفاض ممزقة الأثواب ها هي هنا ونحيدو هاد الحبيبات اللي كيبقاو باليد ديروا الحلقة الحلقة ثم هكذا ثم هكذا ثم هلم جرة أو تشعر جماعة الحبيبات هنا هنا هذا القصة تنمشيو للعملية الثانية دي المثانية نفس العملية تنحاولوا نبحثوا على دوك الأغشية اللي هنا هما الغشاء هذا هذا كيتسمى شحم الرمان نحاولوا ما أمكن فرقوه على بعضه كنجروا ليه الحلقة ثم كيولي نحاول ما أمكن نفكوه باش نحتاج صافي نجمعوا يدينا تكون يدينا بحال الفالا تماما ديك نعمل كل يد بحال الفالا باش تسمع دوك الحبيبات كنتبعوهم فين ما مشاو دابا بحال هنا كنجيو هنا وكنضربوها الحبيبات كنجيو هنا عاوتاني نقدمها بالبلاصة كنضربوها بحلقة ضربات شخصية فين ثم هكذا ثم هكذا حتى تصير خالية الوفاض كذلك وممزقة الأتواب كما تلاحظون هنا العمل التالي نسألكم الدعاء أنا شحال واحد على الرمان وما كيزعمش ياكلوا على العذاب اللي فيه حنا سهلنا المأمورية وريناكم كيفاش داكشي اللي علمنا الله ثم جزانا وجزاكم الله كل خير وإذا تجي تركزوا على الحبيبات ديال الرمان كتخوي عليه سميتو شوية لا سمحة ودير عليه شوية القرفة